السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل عن التكامل في البيم وعن الأوبن ستاندرد في البيم. هي الفكرة كلها في إيه؟ الفكرة إن في برامج كتيرة، وممكن أنت الصبح تعمل برنامج ويشتغل على البيم، بس أنت مديله امتداد مختلف، ولكن مثلا تديله امتداد أو إم آر أو إيه إس دي. طب ما أنا كده مش قادر أتكامل، أو مش قادر أتعامل مع الريفت، أو مش قادر أتعامل مع الأركيكاد، أو مش قادر أتعامل مع تيكلا. فإيه حل الموضوع دوت؟ الشركات بدأت تقعد مع بعض، طب ما احنا عايزين نوحد. طب فكرة ان واحد يبدأ يعمل امتداد مختلف تاخد وقت وجهد رهيب، تمام؟ يعني على اساس ان هو بدل ما بيسافر على الار في تي بتاع الريفت يسافر على اي امتداد اخر، ده كأنه بيعمل برنامج اول جديد. فلو الموضوع صعب ومفيش شركة هتقولك انا ممكن اتكلم بلغة الشركة التانية، فقالوا ايه دي مشكلة من ضمن المشاكل، في مشاكل كتيرة جدا طلعت. فقال لك احنا هنعمل اللي هي الشركات اللي هي خاصه بالبيم او اكبر شركات البيم، هنعمل حاجه اسمها بيلدينج سمارت. ايه البيلدينج سمارت ديت؟ دي منظمه غير هادفه للربح. اول ما تسمع غير هادفه للربح تعرف ان هم بيكسبوا كتير، تمام؟ دي المنظمه ديت قال لك احنا هنعمل امتداد من ضمن الحاجات اللي هنعملها، يعني هنعمل حاجه اوبن ستاندرد الناس كلها تشتغل عليه، وهنبدا نعمل حاجات تسهل الشغل. من اشهر الحاجات اي اف سي، ده امتداد اي برنامج من برامج البيم يقدر يسيف عليه، وكل البرامج الاخرى تقدر تشوفه. يعني لو انت شغال على الاركيكاد اقدر اسيف الشغل ده اي اف سي، وواحد تاني مثلا بتاع انشائي شغال على تيكلا يقدر يسحب الملف الاي اف سي دوت كلينك ويشتغل عليه عادي، تمام؟ وفي بعض البرامج بتعمل اوبن للاي اف سي بحيث ان هو يتفتح وتقدر تسيفه كامتداد اصلي للبرنامج. يعني الريفت تقدر تقول له اوبن اي اف سي فيتفتح، فتقول له سيفه لي على الار في تي وتشغل عليك انه هو ملف ريفت، تمام؟ والافضل لو انت هتكمل على البرنامج القديم تشغل او تقول له لينك، بدل ما تقول له اوبن تقول له لينك. فهم عملوا حاجات كتير جدا، الام في دي، الاي دي ام، البي سي اف، الجي بي اكس ام ال، الحاجات دي كلها. وتقريبا اغلى الامتدادات دي اللي انا كلها اتكلمنا فيها وشرحناها بالتفصيل على قناه بيم اريبيا. كده بدأوا يحل الموضوع. يعني لو الموضوع ده موضوع الاي اف سي ده مش موجود كنت هتعمل ايه؟ كنت لازم تشتغل ببرنامج واحد معماري وانشائي وكهروميكانيكال. طب انا شايف ان في برنامج اقوى في الانشائي او في الميكانيكال، شايف ان انا عايز اخد الميزه دي واخد الميزه دي، لا مش هينفع. ليه؟ كل واحد بيتكلم لغه التاني ما بيفهمهاش. فدلوقتي هو حل المشكله ديت، وتقدر دلوقتي تتبادل المعلومات واحده واحده. هتلاقي ان كل الشركات هتشتغل على حاجه واحده. يعني هو ليفل 3 بيدعو ان احنا كلنا نشتغل على نفس المنصه، ما نعرفش نعمل امبورت واكسبورت ونربط والقصص اللي بيتم فيها هدر المعلومات. فان شاء الله يعني الموضوع يكون بسيط. طيب في كل دوله لها ستاندرد او كل شركه لها ستاندرد، هم بداوا يعملوا حاجه اسمها اوبن ستاندرد، بحيث ان لو انت عايز تشتغل هي اشتغل بالطريقه التسميه دي بالشكل دوت بالحاجات دي كلها. جميل جدا. في بعض الدول بقى بالذات الدول الكومنولث زي النرويج زي فنلندا اجباري عندها ان انت تشتغل بالاوبن بيم. يعني مش كفايه ان انت تبقى شغال بيم وليك ستاندرد بتاعك، لا مش هيتقبل منك الشغل في البلديه غير لو انت شغال بالاوبن بيم. لو انت مسمي بطريقه نفس طريقه التسميه وبسيف اي اف سي وشغال كاوبن ستاندرد، ودي حاجه جميله جدا، لان للاسف المال هو بيحكم. فبريطانيا بعد ما كانت شغاله على البي اس وكان مجاني وكنت تقدر تحمله مع النت وكل ابديت بتاخده ببلاش، لا بتجهوا الايزو، هيلغوا الكلام ده خالص وتجهوا الايزو، ويقول لك $1000 لو عايز تشتغل وكل مشروع وقصص حمضانه او قصص يعني اهلاك للفلوس وكده. ف الاوبن ستاندرد او الاوبن بيم حاجات جميله جدا الواحد بيدعمها، وان شاء الله يبقى في منتج عربي قريب يشتغل بالحاجات ديت.